عبد العزيز العليوي حظي بالفرصة وكلامه يعني هو المتوقع صراحة. أنت لما تلعب مع تاليسكا وكريستيانو رونالدو هذول هم الفائدة، إذا تبي تستفيد هم قدامك، ما أنت لاعب يعني مع ناس عاديين. شوف السعادة لما تسمع واحد بعمر عبد العزيز العليوي يكون هذا حديثه، دائما يقول تحدث حتى أعرف من أنت، العقلية، النضوج، كيف حيبغى يستفيد من هالكوكب اللي موجودة. لما تتكلم عن أوتافيو أنا في وجهة نظري يقولك لا تبالغ، لا أنا ببالغ فيه، يعني مهما تحط من الألقاب إلى هاللاعب هذا. أتذكر في واحد من المؤتمرات الصحفية كاستر يقول هذا لاعب ولد في المستطيل الأخضر، لاعب كل شيء يعمل لك إياه في المباراة، زي ما تفضل أبو تركي قبل شوي، هو يقود داخل الملعب بشكل صامت. دائما إحنا نقول في الجندي المجهول، لا هذا الجندي المعروف، هذا قاعد يسوي كل شيء في الملعب، هذا الساحر الصغير اللي قاعد يسوي شيء مبهر في المباراة اللي فاتت، شيء من الخيال في سحر كرة القدم. ترى ما نتكلم عن هلال ونصر، نتكلم عن اللي يحب كرة القدم، اللي يحب التكتيك، اللي يحب الفكر العالي، اللي يحب الموهبة، اللي يحب التكنيك، يشوف أوتافيو ويتعلم كيف هذا اللاعب. لذلك صفقته أنا في وجهة نظري أمام ما يقدمه ما حظت إعلاميا بالحق اللي المفروض يأخذه، سوبر ستار أنا بالنسبة لي لما يقدمه في الملعب أوتافيو. هنا 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 الصورة اللي ممكن تنعكس ويستفيد منها عبد العزيز العليوة، صهلولي، المجموعة من اللعيبة الصغار اللي لعبوا معه أو لعبوا مع النصر، هذه هنا الفائدة لهم للمستقبل.